شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. صدق الله العلي العظيم. هنالك ظاهرة وجدانية يجدها كل واحد منا في ذاته، ولكن هذه الظاهرة تحتاج إلى تعليل وتحتاج إلى تحليل. الظاهرة ظاهرة وجدانية، الظاهرة يجدها كل واحد منا نحن البشر في ذاته، ولكن ما هي العلة الكامنة وراء هذه الظاهرة؟ ما هو التحليل وما هو التفسير لهذه الظاهرة؟ هذه الظاهرة هي ظاهرة الخلأ والملأ في الذات البشرية. إحنا أحياناً نجد ذواتنا خالية من تصور معين، خالية من فكرة معينة، لا تجد في هذه الذات شيئاً، وإذا فجأة بالأفكار تقذف في هذه الذات وتلقى في هذه الذات. من أين جاءت هذه الأفكار؟ من أين جاءت هذه التصورات؟ فاقد الشيء لا يعطيه، هذه قاعدة بديهية. النار كيف تعطي الماء الحرارة؟ أنت عندما تضع الماء فوق النار هذا الماء يكتسب الحرارة. ليش الماء يكتسب الحرارة؟ لأن النار واجدة للحرارة فتعطي الحرارة للماء. إذا النار ما كان فيها حرارة كيف كانت تعطي الحرارة للماء؟ فاقد الشيء لا يعطيه.
الثلج لماذا يعطي البرودة؟ لأنه يملك البرودة في ذاته. إذا في الثلج ما كانت برودة، ما كان بإمكانه أن يعطي البرودة في الماء. إحنا فكرنا في يوم من الأيام أن هذه النفس الفاقدة لهذه الأفكار كيف تقذف فيها هذه الأفكار؟ هنالك محيط، هنالك بحر، هنالك حوض في بيتك ساكن، الماء غير متحرك، وإذا بالماء يبدأ بالتحرك والتلاطم. هل ممكن أن هذه الحركة وهذا التلاطم حدث من تلقاء الماء ذاته؟ طبعا لا. ما هو تحليل هذه الظاهرة؟ أنتوا إذا بحثتوا في كل مكان لن تجدوا، أطمئنكم، ماكو أي تحليل لهذه الظاهرة. اطرقوا كل المفكرين، اطرقوا أبواب كل المبادئ والمذاهب، ماكو هنالك أي تحليل لهذه الظاهرة. الفكر البشري المادي مو بإمكان أن يحلل هذه الظاهرة، ولكن القرآن الكريم بكلمة واحدة، كل كلمة في القرآن معجزة، كل رواية من رواياتنا معجزة، ولكن مع الأسف لا نلتفت إلى ذلك. الفكر الديني يقول لك هنالك موجودات خيرة، هذه الموجودات الخيرة تقذف في قلبك التصورات الخيرة، وهنالك موجودات شريرة، هذه الموجودات الشريرة تقذف في قلبك التصورات الشريرة. هاي مو من ذاتك، مو معقول. إذا واحد يفهم وإذا واحد يحلل، مو معقول أن تكون هذه التصورات نابعة من ذاتك، كما أنه مو معقول الماء اللي موجود في حوضك هو يتحرك في ذاته. أكو هنالك محرك، حجر ألقي في هذا الحوض فحرك الماء. موجودات خيرة تقذف في ذاتك التصورات الخيرة، وموجودات شريرة تقذف في ذاتك التصورات الشريرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، طائف يعني شنو؟ الشياطين ما عندهم شغل، ما عندهم عمل، وقعوهم في المشكلة التي أوجدوها لذواتهم، يردون يجرون كلنا إلى نفس المشكلة. شايف واحد إذا يبتلى بمشكلة أحياناً يحاول جر الآخرين إلى هاي المشكلة؟ الشيطان هو وقع، هو سقط في الامتحان، حلف بعزتك لأغوينهم أجمعين، كلهم، كل بني آدم واحد واحد أجرهم إلى النار. طائف يطوف يطوف يمشي، يجي إلى هذا القلب يقذف فيه الشر. إحنا كنا قاعدين ماكو فكر، وإذا بالفكرة الخبيثة تأتي للفرد وتجره إلى الحرام والعياذ بالله. وفي الأحاديث الكريمة لمتان في قلوب كل واحد منا، مجموعة من الملائكة تقول لك الخير، ومجموعة من الشياطين تقول لك الشر. يقذف الفكر الخبيث في قلوبنا، ما هو المانع؟ الفكر بداية الحركة. إذا واحد فكر تفكر خبيث ينجر إلى العمل الخبيث. المانع
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. التذكر هو المانع. الحاج آغا حسين القمي رحمة الله عليه، ولعل بعض الشيبة الحاضرين هنا كانوا يقلدونه، كان أحد علمائنا المتقين حقيقة. إن الذين اتقوا، تقوى تحرج، تدري التقوى يعني شنو؟ تحرج. واحد يقعد يغتاب كما يشاء الشيطان، هذا ما إلى حريجة في الدين، ما إلى تحرج في الدين، ولكن واحد بمجرد ما جاءت الغيبة، والغيبة لها حلاوة، انتهاك الأعراض بالكلام له حلاوة، بمجرد ما اجت هذه الكلمة هذا التحرج يمنعه من ذلك. تذكروا. كان واحد يقول عن الحاج السيد حسين القمي رحمة الله عليه، كان يقول كلمة، حقيقة هذه الكلمة معبر، كان يقول هذا كان يؤمن بالآخرة، وكفى به مدحا، يؤمن بالآخرة، مو فقط كلام، حقيقة عندما يريد أن يتكلم صدق أكو آخرة، صدق أكو حساب وكتاب، صدق أكو الله، هذا اللي يتكلم كل ما يجي على لسانه هذا مو مؤمن بالله حقيقة، هذا مو مؤمن بالآخرة. يقول كان يؤمن بالآخرة. إحنا حقيقة إذا أوجدنا هذه الحالة، تذكروا، أمام كل عمل وأمام كل حركة واحد شوية فكر، حقيقة أكو قبر، أكو هنالك كتاب وحساب، أكو هنالك منكر ونكير، هذا يمنعه عن المعاصي، يقف أمام المعصية. هو كان يقول الحاج السيد حسين القمي رحمة الله عليه، كان يقول أنا لصديقي أعمل كل شيء، الأخ الرفيق هو إلى مقام كل شيء أعمل، وحاضر أنه أوصل إلى باب جهنم، ولكن لن أدخل معه في جهنم، أنا مو حاضر لأجل الصداقة أبيع آخرتي وأبيع ديني لأنه صديقي. يزعل، خلي يزعل، عندما تسمع الغيبة وأنت جالس قم من ذاك المكان، يزعلون، خلي يزعلون، لا تدخل مع صديقك في جهنم. تذكروا فإذا هم مبصرون. الشيطان يضع هنالك حجاب أمام عينك، ولكن عندما تتذكر الله تعالى يرفع هذا الحجاب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا النوع الأول. أكو في الروايات أن يوسف صلوات الله عليه الذي هو حجة على شبابنا، الشاب ما يتمكن يجي يوم القيامة أمام الله يقول يا الله ما كنت أقدر في ذلك البيت وتلك المرأة المعروفة، في الروايات لم ينظر إليها ولا مرة واحد، خادم ومخدوم، خادم يوسف، خادم عبد من الناحية الظاهرية، وزليخة هي المخدومة والمالكة والملكة، لم ينظر إليها ولا مرة واحد. كم في كم مدة؟ 7 أعوام كان يخدمها وهو مطرق بنظره إلى الأرض. هذه معجزة الإيمان ومعجزة التذكر، 7 سنوات ما ينظر إليها، وترى واحد جالس في المحل وكل فتاة تنظر يتطلع إليها بنظرات خائنة.
يعلم خائنة الأعين. هذه النظرات كلها تفضح في يوم القيامة أمام الملأ. قالت له: لماذا لا تستجيب؟ قال: أنت تخجلين من هذا الصنم، فكيف لا أخجل من ربي؟ ألقت، لأن المرأة المعروفة ألقت حجاب على ذلك الصنم، قال: أنت تخجلين من صنم لا يبصر ولا ينظر، وأنا ما أخجل من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى يؤمن بالآخرة، هذا معنى تذكروا فإذا هم مبصرون لولا أن رأى برهان ربه. هذا النوع الأول، الذكر القلبي. النوع الثاني، الذكر اللفظي. أنت جالس في المطبخ، المرأة جالسة في المطبخ، الرجل يجب أن يخدم أيضا في المطبخ وجوبا أخلاقيا مو وجوب شرعي. شنو المانع أن الرجل يخدم في المطبخ؟ شنو المانع؟ رسول الله كان يكنس البيت، ليش واحد يتكبر أن يخدم في البيت؟ لإذلال هذه الذات المتكبرة. شنو ماخذ نفسك؟ شنو ماخذين نفسنا؟ يتعامل تعامل عادي، خادم أكو، ولكن لإذلال الذات. أنت أيضا اخدم في البيت، روح في المطبخ، اغسل المواعين، شنو المانع من ذلك؟ رسول الله كان يكنس في البيت. على كل حال، الرجل أو المرأة في المطبخ، قل لا إله إلا الله، قل الحمد لله، قل تبارك الله. الذكر اللفظي حقيقة إحنا عدنا أشياء ثمينة، كنوز، ولكن لم نكتشف هذه الكنوز. لاحظوا مناجات الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، هذه الصحيفة السجادية الجامعة. أوصي نفسي وأوصي إخوتي بأن يقرأوا هذه الصحيفة، هذه كنوز أهل البيت، لا توجد فرقة في العالم تملك مثل هذا الكنز، وفي يوم من الأيام البشرية تكتشف هذه الكنوز. مناجاة الذاكرين. كيف يناجي الذاكر ربه؟ لاحظوا هذه المعارف، كل يوم فيها مناجاة. عندنا واحد من علمائنا الشفتي، معروف عالم مهم في إيران، كان قبل يمكن أكثر من 100 عام. هذا الرجل كان عنده ابن، هو إلى قضايا، ما علي بقضايا، عنده ابن، هي 15 مناجات موجودة وفي المفاتيح أيضا موجودة. كان يسجد ويقرأ المناجات 15 كلها في سجوده، يعني ساعة واحدة، ساعتين، أكثر أقل، كلها في سجدة واحدة كان يقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف شلون معارف. إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك. من نحن؟ أين التراب؟ وأين رب الأرباب؟ أنا العبد الحقير الفقير الملوث بالذنوب، أذكر ذلك المولى الجليل. أنا أقول بكلمتي يا الله، وما هي قيمتي حتى أجري لفظ الله بكلمتي؟ لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياه. إياك على أن ذكرك ذكري لك بقدري لا بقدرك،
وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك، ولكنه اللطف، الله تعالى معدن اللطف والرحمة، حيث أذن لنا أن نذكره. ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا، وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك. الله أذن لنا في الذكر، هذا من أعظم نعم الله علينا. عندما تقول يا الله، الله تفضل عليك حيث أذن لك أن تقول يا الله. أهل جهنم أعاذنا الله منها، ما إلهم حق أن يذكروا الله في جهنم، ما يتمكن، ممنوع. في دعائكم لئن تركتني ناطقا، فكرت في هذه الجملة، لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أناديك أين كنت يا ولي المؤمنين. ما إلهم حق، ما يتمكن. نحن نملك أعظم قوة وأعظم سند، وهو الله. إحنا شنو قيمتنا؟ ما هي قدرتنا على مواجهة مشاكل الداخل ومشاكل الخارج، المشاكل اللي تنبع من ذواتنا والمشاكل التي تنبع؟ رجل محطم، ولكن عندما تذكر الله تقول يا الله، هذه القطرة تتصل بذلك البحر، هذا المحدود يتصل بذلك المطلق ويكتسب منه القوة. حقيقة إحنا إذا ما كان عندنا الذكر وما كان عندنا التوجه إلى الله لضعنا في الحياة. واحد من الشباب هنا كان يقول لي، كنت في البلاد الأجنبية أشعر بالغربة، واحد يشعر بالغربة، يشعر بالوحشة في هذه الحياة، ولكن في الليل عندما تطفئ الأضواء تذكر يا نور المستوحشين في الظلم. عندما تكون في أزمة، في مشكلة، تذكر الله، ينشرح قلبك وتشعر بالقوة. الإمام السجاد صلوات الله عليه يقول إذا كل العالم انتهوا، لم يبق هنالك لا رجل ولا امرأة ولا صديق ولا أي شيء، لا أشعر بالوحشة. ليش؟ لأن عندي القرآن. لا وحشة مع القرآن ولا وحشة مع الله. هذا الشاب كان يقول عندما كانت تضغط علي الوحشة والغربة كنت ألتجئ إلى الله، وكنت ألتجئ إلى أهل البيت صلوات الله عليهم، فكانت المشاكل تحل وكانت نفسي تنشرح. أنت قوي بالله. عندما تضغط عليك الشهوة تذكر الله واذكر الله فتشعر بالقوة. وأي مقاطع حلوة حقيقة في هذا الدعاء، إن شاء الله تقرؤون الدعاء وتجدون مقاطعه. الإمام يقول وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك. الذاكرون، اللذة التي يجدونها في الذكر لا توجد في الدينار والدرهم وفي هذه الشهوات الهابطة في الحياة. شنو قيمة هذه الشهوات؟ هذه شهوات هابطة، الدينار والدرهم والمرأة وما أشبه ذلك.
هذه هي اللذة الكبرى، وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير أنسك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل شغل بغير طاعته. هذان شيئان أنعم الله بهما علينا: الذكر اللفظي أولاً أينما كنت، عندما تقول يا الله تشعر بباطنك يتطهر. إذا ما كان عندنا ماي عش أسبوعاً واحداً، شلون البدن يتوسخ، الروح أيضاً تتوسخ. يا الله يا فتاح، هذه الكلمات تطهر الباطن وتنظف الباطن. والشيء الثاني في المواقف عند المعصية وعند الطاعة: تذكر الله تعالى فتقف. واحد من الشباب ذهب إلى البلاد الأجنبية، مو المهم واحد يذكر الله وهو في بلده، مو مهم واحد يذكر الله وهو بين أهله ومعارفه. إذا راح إلى بلاد الأجانب هنا يمتحن. راح إلى البلاد الأجنبية، كان عنده امتحان، جلس في انتظار الامتحان، ولكن طال الانتظار، وإذا به فجأة يتوجه لم يبق إلا وقت قليل لصلاة الظهر والعصر. بعض الناس يقولون طائرة كانت ما صلينا، غلط هذا، الصلاة لا تترك بحال أبداً في كل حالة. الشباب الذين تفوتهم صلاة الصبح يجب أن يتقوا الله تعالى في ذلك. لم تبق إلا دقائق، الامتحان من جانب ونداء الله من جانب. ما الذي يفعل؟ قام من مكانه، سأله وين؟ أنا عندي وظيفة دينية لا بد أن أؤدي تلك الوظيفة. الامتحان يفوتك، هذه الامتحانات النهائية، وبعد ماكو امتحان ثاني، تخسر سنة كاملة. أخسر أخسر. أمر الله فوق كل شيء. راح وتوضأ وصلى الظهر والعصر. الهيئة اللجنة الممتحنة اطلعوا على هذه القضية، قالوا إن هذا الرجل الذي يتقي الله، الرجل المقيد بوظيفته الدينية، حري بالتقدير والإكبار. صنعوا بعد انتهاء الوقت المقرر جلسة ثانية، وامتحنوا هذا الطالب في تلك الجلسة الاستثنائية، وكلهم ينظرون إليه بعين الإكبار والتقدير. عند طاعة الله يجب أن يتذكر المؤمن ربه، وعند معصية الله يجب أن يتذكر ربه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتذكرين، وأن يجعلنا من الذاكرين، وأن يلهمنا ذكره على طول الخط إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلك.
الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.